في الواقع أنا مدام اليوم رانا مع بعض في سنة حميدة، هو خطاب الرئيس أمام البرلمان لحالة الأمة في آخر سنة. إن شاء الله تكون لي فرصة في آخر سنة أمام البرلمان أن أعطي تفاصيل، كل التفاصيل فيما يخص هذه الأرقام وفيما يخص العمليات المقبلة وفيما يخص الحوصلة الاقتصادية والمالية نتاع العهدة الأولى.